طبعا حضراتكم الوضع في جنوب تركيا وفي شمال سوريا شديد المأساوية، شديد الصعوبة. الأستاذ والزميل نادر فتوح معانا عبر سكايب من ولاية هاتاي في جنوب تركيا. مساء الخير يا أستاذ نادر. مساء الخير يا أستاذ أحمد سميح. مساء الخير يا أستاذ أحمد عطلان، وكل تحية لحضراتكم ولمشاهدينكم الكرام، وكذلك كل الأعزاء لأهالينا في تركيا وسوريا، وخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. أستاذ نادر، احكي لنا عن أفظع ما شاهدت حتى الآن. طيب أستاذ أحمد، خليني أبدأ وأقول لك إن كلنا بنقرأ في الصحف والجرائد ووكالات الأنباء، وكذلك بنشوف التلفزيون المسموع والمرئي، حتى اللي بيشوف الصحف أو القنوات التركية بيشوف وبيسمع كلام في الآخر هو لا يعدو إلا أن يكون كلاما، حتى تنزل فيه على أرض الواقع فيتحول من كلام إلى رؤية، رأي العين. ودائما أقول أنه ليس من رأى كمن سمع. كنت أسمع وكنت أتأثر حين أسمع، وكنت أرى في الشاشات وكنت أتأثر حين أرى، كما تتأثر أنت وتتأثر أحمد عطوان وتتأثر الكثير من الموجودين، كل من كان له قلب يتأثر. لكن حين تنزل إلى أرض الواقع فتجد أن ما كنت تشاهده أو تسمعه لا يعدو إلا أن يكون نسبة ضئيلة جدا من الواقع الحقيقي، فالموضوع مختلف كثيرا كثيرا. هقول لك موقف سريع كده مما حدث بالأمس، فتسألني بكل المواقف الفظيعة اللي أنت شفتها. أنا وصلت امبارح غازي عنتاب الساعة 2 بالليل، وصلت غازي عنتاب ودخلت المدينة، المدينة كلها تقريبا 95% وأكثر مباني جديدة، والحمد لله كثير منها لم يسقط في المدينة بفضل الله عز وجل. ولكن تدخل الشوارع تجد أن الشوارع تحولت إلى أشباح، البيوت مظلمة، البيوت كئيبة، الشوارع مختلفة. أنا ما كنت شفت الشوارع قبل كده، لكن عارف شوارع تركيا، ولاية من ولايات تركيا، مفيش حد قاعد في بيته أبدا رغم أن البيوت جديدة. الراجل اللي كان بيستقبلنا لما سألناه عن هذا الأمر قال إن أنا ما دخلتش بيتي من يوم الاثنين الماضي، يعني من 7 أيام من يوم بدأ هذا الزلزال. خايف من سقوط البيت مرة أخرى أو هذا أرضية جديدة. بيته لم يتشقق ولم يسقط، لكنه ما دخلش البيت. يقول لي الناس في هلع وفزع وخوف. لو واحد خبط على الباب بشكل غير عادي شويه، بشكل كتير، يعني بخبط بغل كده، الناس بتقوم تنتفض وتفتح بيبان وتنزل في الشارع لانهم خافوا، لان الهزات الارتداديه ما زالت حتى اليوم، وهكلم حضرتك بعد شويه عن الهزات الارتداديه. فالموضوع هناك كئيب جدا، في كآبه غير عاديه، بجد كآبه غير عاديه. ما كانش عايز يدخل الشقه اللي هو سابها غير عشاننا، هو دخل معانا وطبعا ما قعدناش كتير، لكن هو دخل معانا المكان عشان يورينا فقط. طب استاذ نادر، ريحنا شويه وبعدين في صلاه الفجر رحنا عشان نصلي الفجر، حصل موقفين، وموقفين الحقيقه من المواقف التي تاثرت بها كثيرا، عشان زي ما بقول لحضرتك ليس من راى كمن سمع. طبعا دخلنا المسجد، فدخلت المسجد، المسجد تقريبا ساعته ياخد له مثلا 500 واحد. تمام. لقينا في المسجد حوالي 250 بني ادم قبل الإقامة بتاعت صلاة الفجر، ناس نايمة وناس بتصلي السنة عشان تقوم تصلي الفجر. حوالي 250 أو 300 بني آدم، ال 250 أو 300 بني آدم من الأطفال والنساء والرجال والشباب كلهم في مكان واحد. مفيش ساتر بين الرجالة والستات، مفيش زي مثلا الاعتكافات زي المساجد، لا مفيش. والمشهد كلهم مرميين على الأرض، والمشهد عجيب وغريب، مع العلم إن حالة المسجد مش الحالة العظيمة، يعني اللي ممكن لو جه زلزال تاني ما يقعش. لكن لما سألنا بعض الناس، أكتر من حد أجاب، قال والله أنا لو رحت قعدت في البيت هيتهد عليا هموت، ولو قعدت في المسجد هيتهد عليا هموت، فأنا هموت في المسجد أحسن من بعض الناس قالت كده. خرجنا من المسجد ومشينا في الشارع، لقيت الموقف التاني اللي بقول لحضرتك عليه. لقينا خيمتين، الخيمتين موجودين، خيمتين بالجهود الذاتية مش تبع المنظمات الإحساسية، موجودين بعيد شويه عن المسجد، في عربيه مرسيدس احدث موديل جنب
هاتين الخيمتين، العربيه المرسيدس بتاعه راجل من صاحب خيمه، هو اسطوته جوه الخيمه والعربيه المرسيدس واقفه بره. فايه القصه؟ القصه ان هذا الرجل صاحب العربيه المرسيدس اخر موديل هو رجل الحمد لله ميسور وغني وعنده من الاموال ما يستطيع ان يشتري بيتا او ينتقل من ولايه الى اخرى حتى يؤمن نفسه، ولكن في ظل عدم الارتياح في التنقلات وفي ظل عدم الحركه او صعوبه الحركه لم يجد الا الشارع ان ينصب فيه خيمته فيبيت فيها وهو الغني ميسور الحال. فكان هذا المشهد العربيه المرسيدس واقفه والراجل بايت في الشارع في الخيمه مثله مثل الفقير. مشاهد كثيره لكن دول تقريبا المشاهد اللي اثرت فيا بشكل كبير جدا وكل الوابد اللي كان سامعني يا استاذ نادر. ايوه سامعك يا فندم. طيب وطبعا انا عارف ان انت اكيد يعني الان يعني عندك حصيله كبيره من الحكايات والقصص والحواديت، واكيد يعني ان شاء الله ربما يسمح المقال مره اخرى ومرات قادمه، لان عارف فعلا زي ما انت تفضلت وقلت ليس كمان سامع كمان انت رايت الان الصور. انت الان في هاتاي وزرت غازي انتاب، في خلال جولتك في الجنوب تركيا ما اعرفش حقيقه هل انت عندك علم بشمال سوريا او انت متواصل مع حد هناك، انما وضح لنا برضه استاذ نادر يعني بالنسبه للانقاذ، احنا عرفنا ان في مستشفيات ميدانيه، عرفنا في خيام، عرفنا في اغاثه شغاله والحكومه التركيه شغاله بجهد جهيد ومساعدات دوليه ايضا، فعايزين نطمئن ايضا على الحاله الاغاثيه الموجوده في هذه المنطقه. الحكومه التركيه، هكلمك الاول على الحكومه التركيه واكلمك كمان عن الشمال السوري، ما رحتش الشمال السوري لكن عندي مجموعه من المعلومات وعندنا تواصلات هناك، فخليني الاول اكلم حضرتك يا استاذ احمد عن الدور التركي. الدور التركي اللي حضراتكم متابعينه وشايفينه امبارح بس طلعت تصريحات رسميه تركيه بتقول ان احنا هنوقف الانقاذ اليدوي اللي هم كانوا بينقذوا انقاذ يدوي، لان هم كانوا بيتمنوا وبيأملوا ان يكون في احياء تحت الطوفان هيطلعوا. فهم شايفين دلوقتي ان خلاص بعد تقريبا 8 ايام، داخلين في 8 ايام اهوت، الاثنين اللي فات الاثنين النهارده، يعني احنا بنتكلم في 8 ايام كامله، فهم شايفين ان فرصه خروج احياء تضاءلت، فقالوا ان هم هيبداوا يستخدموا معدات ثقيله وطرق اخرى في الانقاذ، مش الانقاذ بقى، في رفع الهدد. طب هيطلع جثث؟ هيطلع جثث، وبيقولوا هيطلع في كثير من المفقودين، في كثير من المفقودين ناس مش عارفاهم، لا موجودين في المستشفيات ولا طلعوا متوفيين فلسه ما ظهروش، فغالبا يا رب يطلعوا احياء يا رب العالمين، نتمنى ذلك، لكن غالب يطلعوا احياء، يطلعوا مش احياء لكن هيطلعوا بيعملوا ده. طيب هكلم حضرتك على مشهد خاص بالشباب بقى مش الحكومه، احنا عارفين ان الحكومه التركيه عندها تنسيق محترم، منظمه الافاد المنظمه الرسميه الخاصه بالاغاثه، والاي ها ها المنظمه الغير حكوميه لكنها منظمه اغاثيه ايضا معتمده ومحترمه جدا في الدوله التركيه، وبيعملوا تواصلات مع تقريبا كل الجمعيات وكل الجاليات العربيه على ارض. لكن انا بقى هقول لحضرتك الدور الاخر اللي بيقوم به الشباب. انا شفت يا استاذ احمد عدد كبير وضخم من الشباب المصري، الشباب السوري، الشباب العراقي، الشباب الليبي، الشباب المغربي، الشباب الجزائري، مش عايز انسى دوله من الدول، لكن كل او معظم الشباب على الاراضي التركيه بيحاول وبيجتهد انه يدعم ويعمل كل حاجه بالطريقه اللي هو شايفها، يبدا يتحرك هنا ويروح هنا ويعمل كذا، واحد يصور، واحد ينقل، واحد يروح يتبرع بدم، واحد يروح ينقل في المستشفى، واحد مش عارف يروح يجيب اكل للناس، يعني الشباب بيقدموا نموذج وملحمه محترمه جدا وعظيمه جدا تدرس في التاريخ، في هذه المحنه العظيمه في تاريخ الامه والمجتمع العربي ومجتمع الشرق الاوسط والمجتمع التركي، ان يا جماعه ان شباب الشباب العربي ما زال كله على قلب رجل واحد وما بيناموش وبيتحركوا في كل الاتجاهات، والصور في مواقع التواصل الاجتماعي اكثر بكثير مما احكي، لكن هذا ما رايته وما شاهدته بعيني. استاذ نادر، توقعات الرسميين في زيارتك، الارقام النهائيه المتوقعه لعدد الضحايا، احنا في يعني تركيا في زلزال 1999 أرقام الضحايا لم تزيد عن 17 ألف شخص، فهل في تصورات أو يعني من خلال
البحث فيه حضرتك بتقول فيه أشخاص مفقودين، الأرقام كام؟ المتوقع نوصل لكام؟ الأرقام الرسمية التي أعلنت قبل قليل 32,000 تقريبا، يعني 31,600 وشوية. تمام. وأنا بقول لك الكلام ده مثلا من 3-4 ساعات. أنا متخيل إن الأرقام الرسمية لو إحنا دلوقتي فتحنا جوجل وسألناه، سألنا جوجل وعملنا سيرش على هذا الموضوع، هتلاقيه تجاوز ال 32 من شكل. أنا بقول لحضرتك من بعض التوقعات وبعض الشخصيات التي تتوقع إن الأعداد ستزيد بشكل، يعني أنا مش عايز أقول إنها ممكن تصل إلى 100,000. يا نهار أبيض. أنا هذا توقعي وقراءاتي على أرض الواقع يا أستاذ أحمد. أنا مع حد قاعد عن يعني موجود مع حد من المقيمين في هطاي في الريحانية، بيقولوا إن هناك بعض القرى أبيدت عن آخرها. أنا رايح الصبح أنطاقيا، أنطاقيا هي أكثر الولايات المتضررة من حيث الأنقاض، تقريبا 85% من المباني في أنطاقيا تهدد، 85%، وما طلعش كل الناس. فهذه الأرقام بعد شوية لما تعلن الأرقام الرسمية، الأرقام هتتجاوز أعداد كبيرة، ونتمنى ألا يحدث ذلك، لكن هذا ما أعتقد وهذا ما رأيناه وده اللي احنا شايفينه. أقول لحضرتك بس معنى حصل واحنا موجودين النهاردة في الريحانية، ساعة حوالي 5:30 حصلت 2 هزة أرضية ورا بعض حسينا بيها واحنا موجودين، 5.4 مقياس ريختر، ساعة 10:38 دقيقة النهاردة في كهرمان مرعش 4.8 هزة ابتدائية بمقياس ريختر 4.8، امبارح الساعة 5:30 والساعة 6 هزتين، 1.3 1.5. الناس بقت عايشة هزات ارتدادية والآن ومرعوبة من كل هذه الهزات. ولما يحصل، يعني كان معانا حد بيلف بينا في الأماكن المنكوبة النهاردة وفي الخيام، وإحنا لما حصل الزلزال الهزة الارتدادية بتاعت الريحانية، زوجته اتصلت بيه قالت له أنا هنزل الشارع مش قادر أقعد في البيت. فالناس يا أستاذ أحمد، هنا يا أستاذ نادر هروح لسؤال مهم جدا. يعني أنت دلوقتي بتقول هل لا يزال هناك بعض الناس حتى اللحظة قاعدين في بيوتهم في منازلهم؟ لأن الحقيقة برضو زي كان معانا دكتور أحمد ملاعبة من الأردن، هو خبير، لا قال يا جماعة ده الهزات فاقت 3,000 هزة ارتدادية ولا تزال موجودة وشغالة وهناك نشاط زلازل. حدثني عن الناس، عن مساكنهم، عن إقامتهم، الناس موجودين فين؟ يعني ساكنين لسه في بيوت؟ الإحصائية الأخيرة لعدد الهزات الأرضية اللي قبل ما أدخل على طول مع حضرتك تابعتها وجبتها 2,412 هزة ارتدادية من يوم الاثنين اللي فات، 2,412، اقسم بقى 2,412 على 8 أيام، فشوف كل يوم تقريبا متوسطه قد إيه. طب الناس عايشة فين؟ الناس عايشة فين؟ أنا بعت للزملاء في فريق الإعداد عند حضرتك النهاردة فيديو لرجل دكتور اسمه الدكتور عماد. دكتور عماد موجود في الريحانية، عرفنا انه موجود، رحنا له لحد مكانه. جنسيته ايه دكتور عماد يا استاذ مصري؟ في بيت ازاي؟ قال انا قاعد في البيت، طب هروح فين؟ دخلنا البيت، انا دخلت عنده البيت انا والوفد اللي كان معايا، دخلنا البيت ودخلنا لحد جوه، الحيطه كلها يا استاذ احمد متشققه وفي نقر من الزلزال والتشققات وصلت لحد الفروقات الزوايا. طب خليكي معايا يا نادر، خليك معانا بالمره نشوف الفيديو للساده المشاهدين برضو ونرجع لك تاني. طيب. الفيديو معانا. طيب شوف نشوف بس الفيديو ونرجع تاني. احنا هنا في الريحانيه تبع هطاي، لما حدث الزلزال كل البيوت في الريحانيه بلا استثناء اتشققت، وكلها مع اي هزه ارضيه كلها بتسقط واحده ورا التانيه. فروحنا قعدنا في مدرسه، وللاسف الشديد مع الهزات الارتداديه المدرسة برضو السقف بتاعها وقع. فربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا الخير ونقدر ننتقل على مغلة اللي هم حددوا لنا ليها. طيب المهلة دي تقريبا قد ايه يا استاذ نادر؟ اللي الدكتور عماد بيتكلم. مش مهلة، مغلة. مغلة دي ولاية من الولايات القريبة القريبة من هطاي. هي كل ولاية هنا، كل مجموعة من الناس موجودة في ولاية بدأوا ينقلوهم لولايات أخرى، يعني قالوا ما ينفعش يا جماعة تروحوا اسطنبول، لكن ولاية مثلا هطاي الريحانية يروحوا مغل، مش عارف إيه يروحوا سكرية،
علشان خاطر يبعدوا الناس عن الاماكن الصعبه. هو استاذ عماد وزوجته وابنائهم موجودين في البيت، حصلت الهزه خدوهم ودوهم مدرسه قريبه. المدرسه امبارح وراني صور المدرسه امبارح، وهي لما الهزه الابتدائيه جت امبارح وقعت سقف المدرسه. فبيقول لي مش عارف اروح فين. هو بيقول ده ردي على سؤال الاستاذ احمد ان الناس يا استاذ احمد ما هو هيروح البيت، البيت فيه مشكله، هيروح المسجد، المسجد فيه مشكله، هيروح هي الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش مشكله حتى الان هي الخيمه. ومش كل الناس عندها خيام، لذلك كل مطالب الناس المتضررين يا جماعه هاتوا لنا مجموعه من الحاجات على راسها، اللي يقدر يجيب خيام يجيب خيام، اللي يقدر يجيب دفايات وحطب وفحم عشان الساعه. انا بكلمك وانا دلوقتي تحت الصفر، يعني سالب واحد تحت الصفر وانا بكلم حضرتك دلوقتي. وطبعا وبالمناسبه النهارده كويس، امبارح كان اسقع وقالوا ان الاسبوع اللي فات من 3 4 ايام كان اكثر سقوعه، يعني كان اكثر انخفاضا في درجات الحراره. فده الواقع للاسف الشديد، هذا هو الواقع الذي يحياه كل اخواننا في تركيا وكذلك في سوريا. الوضع اصعب كذلك في سوريا، وكثير من الشباب المصري موجود هناك وبيحاولوا في موضوع الانقاذات الذي بدا في سوريا متاخر عنه. استاذ نادر، يعني سؤال لوجستي، انت بتبات فين بقى؟ يعني انت والفريق اللي معاك بتباتوا فين؟ احنا امبارح امبارح بيتنا في بدروم بتاع الراجل اللي كان خايف يخش البدروم، وقال انا دخلت معاك. وطبعا احنا ما نمناش نهائيا، لم ننم هذه الليله، وانا كنت هحكي لحضرتك قصه، يعني همي ضحك وهمي بكي والله يا استاذ احمد. يعني انا كنت حاطط الشاحن بتاع الموبايل باور بانك قدامي في مكان عالي كده، كل شويه بطرف عين ابص عليه بيتهز ولا ما بيتهزش، بيتهز ولا ما بيتهزش. لو حد اتحرك حركه فتح باب تلاقي الراجل نفسه مش احنا، الحمد لله ان احنا لسه جايين، لكن الراجل اللي تعرض للخطر لو حد فتح باب بتلاقيه اتنفض. مش اتنفض ما عندوش حاله مرضيه، لا ده هو عنده حاله هلعيه. يعني بقى كثير منهم للاسف الشديد عندهم حاله نفسيه. النهارده كنا في منطقه اسمها العثمانيه، وفي خيام العثمانيه اعتقد ان الفيديو برضه عند حضراتكم صورناه وبعتناه للشباب. وفي الخيام بتاعه العثمانيه اطفال، الاطفال بتصرخ وبتبكي. واحده من السيدات قالت انا امبارح رحت اشتريت لهم شويه بالونات وشويه حلويات وشويه بسكوتات عشان اقعد اطبطب عليهم من بعد ما شافوه وواجهوه وبعد كل هذه المعاناه. الموضوع كبير ولن ينتهي في هذه الايام، يعني الموضوع مش يوم ولا اثنين، لا الموضوع يتجاوز عده اشهر حتى تعود الامور الى طبيعتها. طبعا حالات الطوارئ رفعت في كل هذه في كل هذه الولايات المتضرره، لان الموضوع فعلا صعب جدا والموضوع شديد جدا وشديد على الجميع حتى على قوات الانقاذ، لان الموضوع لم يكن احد يتخيل ان يكون هذا الدمار بهذا الحجم الذي شاهد. استاذ نادر ان شاء الله يعني بتوفيق وربنا معاكم وكل الوفد اللي معاك، وان شاء الله نطمن معاكم تباعا، وان شاء الله يسعدنا ان احنا في الشارع المصري تباعا نبدا برضو نستقبل منك يعني مداخلات عن الوضع هناك. بالتوفيق، كل التوفيق لزماننا وصديقنا الجميل استاذ نادر فتوح. استاذ نادر ان شاء الله، يعني الوصيه رقم واحد في الامان الصحفي، الامان اولا وليس القصه اولا، تذكر هذا. صحيح، عشان كده عشان الامان برضو في الامان الصحفي. للاسف الشديد انا كنت اود ان تكون هذه المداخله قريب من الشارع، لكن للاسف الشديد احنا في منطقه مهجوره فيها كثير من البيوت المهدمه وفيها كثير من يعني اصوات الحيوانات حولنا، فكان ينبغي ان اكون في داخل مكان مغلق حتى استطيع ان اكمل هذه المكالمه. ربنا معاك يا استاذ نادر، ربنا يحفظك ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله يا استاذ نادر.